الثاني ضيوفنا رشا معماري سوري قدر ينقل الثقافة السورية للأبنية الصينية ليثبت للجميع أن السوريين أبناء حضارة منذ الأزل من خلال تصاميمه بالتصميم المعماري. لنرحب اليوم بالدكتور المهندس يسار يعقوب خضور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك وبحضرتك. يعني اليوم عم نقول الصين خلينا يعني. أم التطور والنظام بالحياة. واليوم عنا دكتور سوري قدر يثبت نفسه ويعمل بصمة ضمن هيئة عجقة التطور الموجودة ضمن يعني الصين. بصمة صغيرة بس نحن فخورين فيها. وأنا كمان فخور حالي. خلينا نتعرف عليك أكثر على مسيرتك العملية المهنية. هون ولا هونيك؟ هنيك. هنيك أنا التحقت بجامعة بال2003 للماجستير والدكتوراه. بعد شهادة الماجستير والدكتوراه عملت اختصاص يعني هذا الاختصاص اللي بحبه اللي هو الأبنية الطينية. بعدين انتقلت لسلك التعليم. تعليم إلي هلا بالتعليم حوالي 13 سنة. هاي هي بشكل عام. الاختصاص يعني التصميم بشكل عام، تصميم المباني بكل أنواع، فينا نقول بكل أنواع، بس يعني تصميم سواء مكاتب سواء اشتغلت شوي كمان بالمدارس، إعادة تأهيل المباني الديكور سواء داخلي ولا عمارة خارجية. هاي التفاصيل البسيطة اللي اشتغلت فيها. الشغل النظري كان أكثر باتجاه خلينا نسميه العمارة الطينية أو العمارة الطينية اللي هو ضرورة هلا صار بالفترة، وبعتقد أو حسب مخططي بس ارجع لهون لازم اشتغل شيء بيتعلق بالعمارة الطينية. تمام. حضرتك اخترت الصين كبلد اغتراب، تحكي لنا عن سبب هذا الاختيار. هلا علاقتي مع الصين قديمة، يعني خليني أقول قبل يعني لحد 20 سنة كانت شوي المعلومات ضعيفة عنا، بس بعدين دخلنا بالجو تعرفت على الصين ورجعت الذاكرة بعدين لورا انه تذكرت كان في عنا مجلة اسمها الصين المصورة كانت، فرجعت الذاكرة انه تماما كان في الصين المصورة، كنت انقل عنا هاي الصور سواء الطبيعة الصينية لانه الصين قارة فبتختلف بشكل كبير. عملت اكثر من مجموعة هيك لوحات صغيرة، طبعا للأسف راحوا، فمن هون كانت البداية. ولما اجت الفرصة انه تروح تختار بين الشرق الاقصى الشرق وبين الغرب خلينا نسميه اوروبا، كان مباشرة الخيار باتجاه الصين. اليوم وقت بنقول انه نحن رحنا لهذا الاتجاه، اليوم عم نحكي على بلد غريب، التقاليد الثقافات مختلفة عنا تماما. اول شيء تعلمت اللغة؟ اي تمام. لك قلنا صباح الخير بالصيني. زاو شان خاو. فظوعة شان خاو. اوكي طيب. او باللكنة المحلية جو زاو لما كمان ما حتزبط. بيعرفوه اهل مدينتي بالصين اللي هي ووخان. يوخان. طيب هي التجربة يعني بدها جرأة، انه اليوم انا رايحة على بيئة مختلفة عني تماما ما بتشبهنا. صار في شوية صعوبات أكيد لنقدر نتجاوزها ونبلش نتأقلم شوي شوي. هلا الصعوبات لابد منها، يعني إذا بتنتقلي من مدينة لمدينة بتحسي بالفرق، فما بالك تنتقلي من لثقافة تانية، ثقافة مختلفة بكل تفاصيلها. نعم. فبدك تاخدي قرار إنه بدي أعيش أو بدي أبقى على الهامش. يعني تماما مختلفين، يعني بتحسي للآخر تماما. فبدنا نبلش بتدوير الزوايا بكل شيء. مثلا تدوير الزوايا بكلمة صباح الخير، يعني عادة بمر ما بدنا نقول رفيقك جنب مني بجوز ما يقول لك صباح الخير لأنه ما يعني بيهتموا بالحياة المهنية أكثر والعملية بشغلهم. لا بيهتموا بالحياة المهنية، بيهتموا بالحياة العملية واجتماعيا، خلينا نسميها الروحية. نعم. والاجتماعية أصلا تأصلت عندي أو زادت عندي فكرة خلينا نسميها احترام العائلة واحترام الكبير، وتحديدا احترام الأستاذ. يعني هاي من القضايا اللي تأصلت خلال علاقتي مع أستاذي، علاقتي مع الطلاب، وحتى علاقتي مع الأصدقاء مع زملائي بالدراسة. يعني حضرتك عملك الحالي بالصين دكتور بالجامعة وتفضل. أنا حاليا أستاذ التصميم المعماري والتخطيط العمراني بجامعة شمال الصين للتكنولوجيا.
جامعة يعني صغيرة على القد مشان ما نسميها جامعة كبيرة، طبعا من جامعات المراتب الأولى على مستوى الصين. عندي كورسين، كورس للطلاب الأجانب وكورس للطلاب الصينيين، تحديدا للسنة الرابعة، السنة الرابعة عمارة وطلاب الماجستير. فهذا هو. إضافة لهيك في عندي الشغل الخاص خلينا نسميه بالشراكة مع مكتب صيني، هي ضرورية مشان لأنه هي اللي طورت أو مكنت وعرفتني على الثقافة الصينية، الثقافة العمرانية الصينية، فكانت جيدة. صار الوضع شوي بعد قبل الكورونا وبعد يعني صار خلينا نقول شوي هدوء بالشغل. طيب دكتور، اليوم يعني عندك اهتمام واضح بالأبنية الصينية، ليش هذا الاهتمام؟ يعني ليش التحديد؟ يعني عزيزتي الأبنية الطينية ما بعرف إذا حدا منكم عاش ببناء طيني. أكيد لا، ولكن نحن شايفينه يعني متعرفين على هيئة الثقافة. هلأ أنا ما عشت ببيت طيني، بس طلعت زرته لبيت طيني، بيت خالتي بالضيعة، طلعت زرته قعدت فيه مرتين ثلاثة، فهي الشعور موجود. بعدين طلعت مارست الحياة الطينية، يعني عشت بأبنية طينية بوسط الصين، وسط شمال الصين خلينا نسميها. فترة الدراسة الأبنية الطينية وميزاتها. الأبنية الطينية أول شيء حيوية، يعني فينا بنسميها هبيتات حقيقي. اثنين يعني بتحسيها عم تتفاعل معك، طاقة تتنفس. لا بتحسيها عم تتفاعل معك، يعني ممكن المقولة المشهورة أنه ممكن ينام الواحد على الأرض على التراب او على الخشب، بس صعب شوي ينام على 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 البيتون، الاسمنت المسلح يعني. بتلمسيها بتشعر فيها ممكن. طبعا هي الشعور خلينا نحكي. بينما بالنسبه للمميزات المعماريه مثلا، اول شيء بيئيه يعني بتتلاشى. ثاني شيء ببساطه بتعمل لك توفير هائل بالطاقه من خلال التكييف، من خلال التدفئه بالشتاء والتبريد، من خلال التهوية. هاي كلها قضايا ضرورية لنا هلا كمعماريين. طبعا متينة يعني بشوية تطويرات ممكن تتحمل زلازل لحد 7 فاصلة. اليوم عم نحكي عن بيئة طينية يعني. تماما، يعني طين مقاومة، طين ممكن في عنا نسميه الطين المدكوك رامد ايرث، او في عنا البلوكات الطينية المجففة بالهواء، وفي عنا بنسميها البلوكات الطينية المضغوطة. المضغوطة بتتحول لمادة متينية يعني أمتن من الإسمنت لحد لبعض المراحل، طبعا إذا تعرضت لضغط كبير. أشهر مثال عليا الأبنية الطينية البسيطة هي، ما رح نحكي عن 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 سوريا يعني، خلينا المشهورة عالميا هي حضرموت باليمن، شبام، اسمها ناطحات السحاب الطينية. طبعا عندنا بوسط سوريا بحما، بحمص، الأبنية القببية. نطلع على الجزيرة على الشمال في عندنا الأبنية الطينية اللي هي ممكن تكون ما عاد موجودة، بس كانت موجودة على ايام خلينا نسميها جدادنا، كانوا يحفروا شوي نص بالأرض وبعدين يرفعوا جدران وبعدين حطب او نسيت الكلمة، خشب وبعدين تلة من القش وبعدين تتغطى بالطين. بتعمل يعني بالجزيرة بدرجة الحرارة العالية موجودين. صحيح. بتعمل كتير جو لطيف ليعيش الإنسان فيه، يعني بدون بعيد عن التكييف أو التبريد حتى. مع الطبيعة يعني. تماما مع الطبيعة يعني حياتك مع الطبيعة. من خلال وجودك بالمغترب أكيد صممت مجموعة من الأعمال نالت إعجاب الصينيين، خلينا نحكي عنها وكيف كان التفاعل. هلأ الشغل المعماري ثقافة تانية شوي بيختلف. هلأ خلينا نشيل موضوع هاي العمارة اللي بنشوفها، العمارة العالمية، خلينا نكون بعيدين عنها. لما بده يدخل واحد لحياة الناس يعني كيف بدنا نسميها لحياة الناس يعني تصير حالة اجتماعية، فبده يدخل بتفاصيل الثقافة نفسها. هي تشبهون يعني. اي بده الواحد يدخل يشوف الثقافة نفسها، يتعرف عليها حتى يعطي منتج مفيد. والأهم من ذلك أنه الآخر يعني عادة الآخر بيفكر بيشوف
بيشوف الفكرة أو بيشوف الثقافة الصينية بطريقة تانية. فمن هاي النقطة هاي بيحبوها وبتأثر فيها. طبعا خلينا نسميها إذا سميناها العمارة السورية يعني شوي الاسم ممكن يزعل بعض العالم. ليش بدهم يزعلوا؟ ما هي بصمة سورية ودكتور مهندس سوري. هو هو هو, هو الـ 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 الهوية طبعا. بس بالنسبة للعمارة بدك تكبريها شوي يعني عربية أو إسلامية أو متوسطية. فبندقق إذا دققنا على هيدي بس هيدي الكلمة ممكن ممكن بلمسات صغيرة ما رح يحسوا فيها بس أنا بشوفها يعني مبينة. كانت مبينة واضحة بالمبنى تحول بمدينة بمنغوليا الداخلية تحول لاند مارك اللي هو كان إعادة تأهيل الواجهات لمبنى بسيط جدا. فالوحدة المعمارية اللي اخترتها هي من أخذت صورة من 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 الثقافة المحلية وعدلتها بالتعديل اللي تم عليها مشان ما أقول باللا شعور يعني كونه الثقافي واحد بيعيش بثقافته. ففيها كانت لمسة من خلال التقاطيع من خلال التقاسيم يعني حتى مزايك تكون فيها هيك شوي. صحيح. اليوم كنا عم نشوف لهلا عم نشوف احنا بعض الصور من اعمال حضرتك ما شاء الله عليك. يعني اليوم عم نقول سنوات كبيره من الاغتراب وبعد هي الاعمال يعني خلينا شو حققت لنفسك يعني او خلينا نقول للهويه السوريه. هلا اي شخص اي شخص بالصين سواء او كونه انا بالصين او باي دوله ثانيه باللا شعور بده يعكس نوع او بده يعكس صوره عن بلده يعني باللا شعور سواء بتعامله مع العالم بالمشي بالشارع بالحياه ما بالجامعه. ما بعرف اذا حققت شيء فيني اعتبره كبير بس ايه تعلمت وممكن انقلن لهون لهي التعليمات او الشغلات التجربة الموجوده ممكن التجربه التجربه ممكن انقلها لهون بشويه مباني بشويه تصميمات بشويه حلو. بشويه خلينا نقول افكار بسيطه ممكن نحطها هون. شو انتجت لسه يعني هاي المباني الموجوده في 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 كم مبنى موجودين بالصين. طبعا بالصين فيني بقول بالصين لانه مو بس ببكين اشتغلت فيعني في هاي البصمة خلينا نسميها. تمام. اليوم خلينا نحكي عن دوركم كمغتربين لكم بصمتكم. دائما الإنسان السوري له بصمته بالمغترب وخصوصيته. دوركم بسد الفجوات وأيضا مد الجسور بين الوطن الأم وبلد الاغتراب. هاي النقطة الصعبة بالحياة يعني. إذا قرر الواحد يدخل بالمجتمع فتماما لازم يقوم بهاي العملية. لازم على طول يعمل رتوش وترتيبات. لا وحتى لو عاش حياته الطبيعية بيساهم بنقل صورة انه معقولة هاي القصة موجودة بسوريا. موجودة. يعني مثلا مثال بسيط وخلافي كبير اللي هو مثلا بالصين عيد الربيع يعني. هذا اكبر الاعياد الموجوده بالثقافه الصينيه. في له شبيه عندنا تاريخيا يعني. صحيح. في له شبيه عندنا تاريخيا. فلما نحكي عن الموضوع انه يا اخي نحن ثقافه انتم اخذين من عنا لا نحن ثقافه زراعيه وانتم ثقافه زراعيه وهالاعياد هي كلها زراعيه فهي يعني قضيه موجوده بتفاجئوا انه موجوده عندكم. موجوده عندنا. مثلا سؤال للحياه الاجتماعيه انه كيف بتعيشوا بالحياه بتطلعوا بيضطر الواحد هيك يشرح مو اضطرار عفوا يعني بده يشرح وبده يفرجي لانه في صوره نمطيه عن بنرجع بنكبر الدائره عن الـ 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 شو بنسمي فيه بنسميه العالم العربي العالم العربي. في صوره نمطيه عنه 1 2 3 مجتمع شرقي يعني 1 2 3 هدول بي 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 وفي كثير شغلات هيك بيحاول الواحد يوضحها. يعني مثال بسيط يعني زيت الزيتون مثلا بدك تشرحي لنا عنه انه شو زيت الزيتون يعني شو بديله عندكم موجود هلا موجود زيت الزيتون موجود صار بالصين يعني بس القصد انه كان استخدامه بشكل طبي يعني بعدين حتى صاروا يستخدموه هلا ك المواد الغذائيه انه معقول عندكم عندنا شجره زيتون وعندنا وقديمه ومتوسطيه
وبتعمل فهي جزء من الحكي. مثلا بالنسبه للعماره كمان انه ايه موجوده عندنا، نحن مثلا عندنا حلب عمرها 10000 سنه او بيتفاجئوا بالموضوع ايه، لانه تاريخيا الهجرات البشريه مرت من هون وانتقلت باتجاه اوروبا وباتجاه، فممكن بهاي النقطه نكون نحن اقدم يعني. بيسألوا مثلا في بدنا نوجههم على قضية مثلا انه معظم عمارتنا بالمنطقة كانت عمارة طينية، فهي مثلا انه ما عندكن آثار، لا عندنا آثار، عندنا بقاياها لانه عمارتنا طينية، فبيقارنونا مثلا بمصر انه شوف مصر الاهرامات الاهرامات باقية ايه، بس ما نحن كمان عندنا زنوبيا عندنا افاميا، بس مشكلتنا انه معظم عمارتنا المدينية خلينا نسميها كانت طينية. صحيح. غير طبعا أفاميا تدمر، بنطلع على حلب، بنزل هون طبعا على الشام، سواء الـ الـ المباني الأقدم من نعم. من, من نعم. فكل هالقضايا يعني. واليوم مهمتكم يوم كمثقفين مغتربين خارج سوريا أنكم توضحوا وتنقلوا الثقافة السورية والحضارات السورية. عم نحاول إن شاء الله نكون اشتغلنا. دكتور كلمة أخيرة طبعا لازم نذكره الأستاذ فيصل رئيس الجالية السورية بالصين، بعتقد هو من الوجوه الحسني اللي نقلت صورة خلينا نسميها صورة سوريا وعكستها بالصين. أكيد بالختام بدنا نتشكرك دكتور المهندس يسار خضور، ونتمنى لك عودة موفقة لبلد الاغتراب أكيد، ونفتخر بكل مغترب سوري اليوم قدر يبصم أو يدل على بصمته على سوريته على حضارته، فعلا ينقل هاي الثقافة والحضارة السورية لبلد الاغتراب أكيد، ونتمنى لك عودة موفقة لبلد الاغتراب. إن شاء الله نكون عملنا شيء طيب هنيك لهم. أهلا وسهلا دكتور، ودائما سوريا نقول عنها الشمس اللي ما بتغيب واللي دائما أولادها هنن أبطالها خارج سوريا. مثل ما صبحنا عليك بالصيني خلينا نودع على كمرتك بالصيني زايجان. شكرا دكتور.